ديري والجو حر. بما انك اخترت اليد الفاضية ان شاء الله شيء خفيف خفيف ونظيف. يا ربي انا احب انا احب الخفيف خفيف ونظيف. الطبق البارد يا ابو سعد المشاهدين حلو عبارة عن سلطة فول. فول عشان نصلح سلطة الفول لازم يكون عندنا حب فول، حب مسلوق جاهز، بقدونس، نعناع، بصل حسب الرغبة، ثوم حسب الرغبة، عصير ليمون، زيت زيتون، طماطم. راح نقطع الخضار هذه ناعمة مرة. الخيار هذا ما راح نحطه مع الفول، هذا للزينة بس. حلو. لكن اللي راح ينخلط مع الفول البقدونس والنعناع والطماطم. حلو، هذول نقص إضافة للبصل حسب الرغبة مثل ما قلنا. الخضار هذه تقطع بشكل ناعم مرة مثل التبولة. حلو، لازم اقصقصهم صغار صغار. ايه صغار صغار. وبعدين لازم احطهم كلهم عادي شوية. وبعدين تخلط الفول بدون الماء، تصفيه من الماء. حلو. وتخلطه مع الخضار وتعطي زيت الزيتون، الملح، بالاضافة لسلطة بهارات السلطة من مقدار. ممتاز. تمام. اول شيء اكب الماي اخلي هذا الحالة. ايه نعم. حلو. ايه. بعدين هذول اخذهم ويا الطماط اقصقصهم صغار صغار. نعم. ويا البصل. نعم. حلو، ويا الليمون. تمام، كلهم خلطه واحده. الليمون عصير مش تقطعه، ماي بس، ماي عصير ليمون. ايوه حلو ممتاز. وزيت الزيتون والملح. مو شرط احطهم كلهم مثل ما قلت لك، لو شيء بسيط. اي نعم. لحظه دقيقه، اي وينك رايح؟ وينك رايح؟ لان انا ما احب احط بصل واجد ولا احب لا، حتى اذا ما حطيت بصل مو مطلوب يعني، هذا حسب الرغبه. أي. والثوم كذلك. الثوم موجود؟ موجود هنا. زين هذا شلون تقطع؟ هو صغار صغار، خذهن كذي شوي شوي. سكين لازم سكين تغسلهم صح؟ حلو. وبعدين قطعها الناعمات. المهم هذه الأكلة سلطة الفول، هذه بالنسبة لسلطة الفول بتصلح لها صوص اللي هو الطحينة والزبادي والحمض والثوم. حلو. لكن الآن أنت سويها سلطة بدون صوص. ممتاز. تمام؟ ممتاز. وين اطبخها؟ على اي صوب؟ ما بدي اطبخ. ليش ما سجلت الراي؟ الفول مسلوق يعني و... بس اكب الماي. تكب الماي وتقطع السلطه وتخلط. دقيقه، كبيت الماي الحين كله. حلو، على سبيل المثال كبيت الماي كله، خليت هذا كذي اقصقصهم بس انت؟ لا، تخلطهم بصحن كبير. شلون؟ خلطهم هنا السلطه مع الفول. حلو، او واحد غميق احسن. لا انا اقول في القدر، في القدر افضل. ايوه يا سلام عليك. في هذا قطع وخلطها يعني، بس اكب الماي واجيب الخلطه هذه وانثرها فوق بس. بدك اسهل منك؟ يا وجه الله، يا وجه الله. يعني ما احتاج تسجل؟ ها، ما احتاج تسجل. ابو علي لا فاز بالسراج له 300. طيب ابو علي، ابو علي لا فاز بالسراج له 300 نقطه. لا طيب تمام ابو علي، هذه بس انثرها خفيف فوقه على الخفيف. ممتاز جوي. الآن ابو علي شرح لضاري السنيد اللي هي الطبخه البارده، باقي الان الطبخه الحاره عند محمد بن سراج وخلف القحطاني. الطبخه الحاره عباره عن عجه، عجه البيض بتعتمد على بيض